شيء مو سهل. كل شيء صعيب، لكن كل شيء يلزم فما إرادة سياسية من كل الأطراف باش ينجموا يقدموا مع بعضهم في نفس الاتجاه. اليوم عندما تقرأ النصوص المتعلقة باتفاقيات الشراكة تقول جنة وفيها بريكاجي، معناتها احترام الحريات، الديمقراطية، التنمية المشتركة كو ديفلوبمون، لا بروسبيريتي بارتاجي، يعني تلقى أشياء اللي تقول علاش توخرنا تو من 95 اللي دخلنا في هالشراكة هذه إلى يومنا هذا. قداش مروا 16 سنة برشا عفاريات وقعت، برشا ناس حطت زادة حتى من الدعم اللي كان يجينا من أوروبا، وهو دعم معناتها متواضع. أنا وهذا الكلام كنا نقولوا فيه وقت الثورة، كنا نلوموا أوروبا والاتحاد الأوروبي اللي ما هوش قائم بالنسبة لشمال إفريقيا وللمنطقة المغاربية بنفس المجهود اللي بذلوا مع بلدان أوروبا الشرقية وقت اللي طاح جدار برلين، ودعموا هالبلدان هذية باش تلتحق بركب التقدم بالديمقراطية وكذلك بركب ومستوى التنمية. يعني هالانتفاضة هذية في العالم العربي باش تخلق وضع جديد؟ أولا فما مركب ذنب اليوم عند الأوروبيين لأنهم شاعرين وأنهم أخطأوا في مساندتهم للدكتاتورية ومجبورين تاريخيا باش يراجعوا الموقف هذا. هذا أول نتيجة وهي نتيجة هامة. الشيء الثاني لو كان نوصل، وهذا علاش نقول أهمية التجربة في تونس، لأن حتى شيء مازال ما تعمل. احنا ارتحنا من المستبد لكن نقضي على الاستبداد، ومازلنا في تدرج نحو بعث نظام ديمقراطي. لو كان ننجحوا في التجربة هذه، النظرة متاع الأوروبيين باش تتغير، ومش النظرة متاع الأوروبيين هي حاجة من الحاجات، لكن النظرة متاع العالم العربي، الثقافة متاع الشعب العربي وخاصة شبابه اللي ورانا الثنية الباهية بالشجاعة متاعه والجرأة، لكن زاد بالتحكم في المسألة. اللي أنا قاعد نقول أنا دو بلوس أون بلوس وأن ثورة مواطنين، لأنها هادئة وما كانتش ثورة متاع عنف ومتاع تبلبيز، كانت ثورة لبناء تونس جديدة. لو كان ننجحوا في التجربة هذه علاش الناس ما تغيرش النظرة متاعها؟ ثم عندنا هالقوة هذه اللي تؤمن بالديمقراطية والحريات واللي تؤمن بالمستقبل المشترك. برشا ناس يحسبوه حبر على ورق، لكن فما ناس تؤمن به. هالناس اللي يؤمنوا به غدوة باش يعاونونا وباش يعاونوا الحكومة الشرعية اللي ستنبثق من انتخابات حرة ديمقراطية. وهذه قضية الستاتيو افانسي، معناتها باش تولي ثانوية برسك، لأن طالبين أكثر من ستاتيو افانسي إن شاء الله.